السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن مقابلة صحفية بين مذيع ومراسل أخبار. نتعرف من خلالها عن عمل مراسل الأخبار، ماذا يقوم به، ونتعلم بعض المفردات وكيفية طرح سؤال والإجابة عليه، ونشرح بعض الأفكار في هذا الحوار. تابع معنا نهاية الفيديو، هناك الكثير من المعلومات والمفردات المهمة التي يجب معرفتها في اللغة الإنجليزية. Jobs and personal qualities. Job عمل. Jobs أعمال. إذن هي plural S الجمع. And one. Personal شخصي. من كلمة person شخص. ضفنا al. Personal شخصي. Qualities ميزات. Quality ميزة أو نوعية أو جودة، لكننا بمعنى ميزة. إذا حذفنا الواي استبدلناها بآي ضفنا ES. Qualities ميزات. Personal qualities ميزات شخصية، كما نعلم الصفة تأتي قبل الموصوف. Jobs and personal qualities أعمال وصفات شخصية أو ميزات شخصية. بين عندنا qualification، لدينا qualifications مؤهلات. في فرق بين qualities ميزات، qualifications مؤهلات. الميزات تتعلق بين الشخص، صبور، متعاون، لطيف، محبوب، إذن صفات هذا الشخص. بينما qualifications مؤهلات، مؤهلات دراسية من شهادات ومهارات يتمتع بها هذا الشخص. إذن qualities qualifications ميزات شخصية ومؤهلات من شهادات، وهكذا كما قلنا. نتعرف عن عمل أحمد هذا المراسل التلفازي من خلال job title. title نعرف عنوان. job title المسمى الوظيفي، يعني عنوان الوظيفة أو عنوان العمل، مسمى الوظيفي. what he does ماذا يعمل. Why he likes it لماذا يحب هذا العمل. What qualities ما هي الصفات are needed التي يحتاجها to do the job ليقوم بهذا العمل. And why. نتابع هذا الحوار ونعلق على بعض الأفكار والملاحظات فيه. Interviewer يعني المذيع أو الصحفي. Interviewer يقابل. المضيف ER يصبح فاعل مثل teach teacher. عندنا teach حول إلى فاعل teacher. عندنا play يلعب player لاعب. إذا فقط نضيف ER تصبح الشخص الذي يقوم بالفعل. عندنا interview interviewer أيضا ضفنا ER يعني المذيع أو الشخص الذي يجري مقابلة. أحمد طبعا الشخص اللي أجريت معه المقابلة. Hi أحمد، Can you tell me what's your job? I'm a news reporter for local TV channel. مرحبا يا أحمد. Can you tell me هل بإمكانك أن تخبرني. Can you tell me إذن me ضمير بحالة المفعول به. I me tell me tell him تخبره. Tell her تخبرها. Tell them تخبرهم. Tell you تخبرك، وهكذا. Can you لاحظ بدأنا السؤال ب Can you tell me هل بإمكانك تخبرني. What's your job
ما عملك؟ ما وظيفتك؟ إذا what's your job؟ your صفة ملكية من your ممكن نستبدل your what his job ما عمله what her job ما عملها what their job ما عملهم وهكذا. إذا لما أتكلم نفس الصيغة تماما فقط أستبدل your بضمير آخر. أيضا can you tell نحفظها بهالشكل هذا لكي نتدرب عليها فقط نستبدل الضمير me. Can you tell me what's your job؟ هل يمكنك تخبرني ما عملك؟ الإجابة I'm يعني أنا أكون يعني I am. I'm a news reporter. إذن أنا reporter مراسل. نعرف إحنا report تقرير وأيضا ينقل حدث أو ينقل تقرير. نلاحظ أيضا كما قلنا فقط نضيف ER reporter أصبحت مراسل. News reporter إذا مراسل أخبار. For local TV channel channel قناة TV تلفازية local محلية. إذا القناة تلفازية محلية إذا local صفة TV صفة channel إذا قناة. I'm a news reporter for local TV channel. What do you do in your job? إذن ماذا تعمل في عملك أو في وظيفتك؟ I make news reports about important things happening in my town. إذن أقوم ب news reports تقارير إخبارية about important things عن الأشياء المهمة happening التي تحدث in في my town في بلدتي. I make news reports about important things happening in my town. إذا لاحظ كيف I make إذا أصنع أو أقوم أو أعمل news reports تقارير إخبارية عن ماذا؟ about عن important things أشياء مهمة. إذا important صفة قبل الموصوف. إذا الأشياء المهمة ما هي طبيعتها؟ happening تحدث. كلمة happen يحدث happening تحدث in my town في بلدتي. نكمل كلام أحمد. I go to the scene of the news. Then I stand in front of a film camera and report to TV viewers at home. It's great job. I love it. I go to أذهب إلى the scene مشهد أو مسرح of the news الأخبار. إذا أذهب إلى مسرح الأخبار. Then ثم أو بعد ذلك I stand أقف in front of نحفظها in front of أمام a film camera إذا آلة تصوير video and report to TV viewers وأنقل تقرير لمشاهدي التلفاز at home في المنزل. It's great job إنه عمل رائع. I love it أحبه. I go to the scene of the news. Then I stand in front of a film
camera and report to TV viewers. At home, it's great job. I love it. Why do you like it? لماذا تحبه؟ لماذا تحب عملك؟ لكذا أكرر كلمة job مرة ثانية أستبدل بها الضمير at. المفروض يسألوا What do you like your job؟ فقط يستبدل job ب at. It's an interesting job because news stories are always changing and there is always something new to report. I enjoy telling viewers about the good things people do in their communities. It's إنه an interesting job. إنه عمل رائع أو ممتع. لاحظ استخدمنا an لماذا؟ لأنه بعدها أجي حرف صوتي. Because لأن news stories قصص الأخبار أو القصص الأخبارية are تكون always دائما changing متغيرة. لاحظ استخدمنا always بعد فعل الكون دائما بعد am is are. إذا كان عندنا ظرف always نستخدمه بعدها. And there's يوجد always يوجد أو وهناك always دائما something new ودائما شيء جديد. لا نقول new something دائما something someone everyone وهكذا تأتي بعدها الصفر something new. لا نقول new something to report. إذا هناك شيء جديد to report لنقله. I enjoy telling. إذا أستمتع بإخبار أو إعلام. لاحظ بعد enjoy استخدمنا ing دائما بعد enjoy الفعل بعده نضيف له ing. لا نقول I enjoy tell. I enjoy telling viewers المشاهدين about the good things عن الأشياء الجيدة people do الناس يقومون بها in their communities في مجتمعاتهم. لاحظ community مجتمع ال I كان أصلها Y عند إضافة ال ES حذفنا ال Y استبدلناها ب IES communities مجتمعات. It's an interesting job because news stories are always changing and there's always something new to report. I enjoy telling viewers about the good things people do in their communities. What qualities do you need to do your job? ما هي الصفات التي تحتاجها لتقوم بعملك؟ What qualities يعني ما الصفات do you need التي تحتاجها to do لتقوم your job بعملك؟ First of all بادئ ذي بدء يعني أولا you should be يجب أن تكون. لاحظ بعد should نستخدم be لا نقول you should are هذا خطأ تكلمنا فيه قبل. الأفعال الناقصة يجب أن يأتي بعدها الفعل بصيغة المصدر. مصدر فعل الكون هو be. You should be يجب أن تكون confident إذا واثق من نفسك. In front of أمام the camera الكاميرا أو آلة التصوير and behind it وخلفها to أيضا. لاحظ لكذا يكرر كلمة كاميرا مرة ثانية فقط استبدلها ب at. In front of عكسها behind خلفة to أيضا. I have to يتوجب علي interview إذا أقابل lots of الكثير من lots of ممكن أكتبها a lot of الكثير من different people وناس مختلفين to find out لأكتشف information المعلومات لأكتشف أو جمع المعلومات information معلومات. First of all you should be
confident in front of the camera and behind it too. I have to interview lots of different people to find out information. And you need stay calm. وتحتاج أن تبقى هادئ. Stay calm. If there's a problem, إذا هناك problem مشكلة on or off air, يعني على الهواء مباشرة أو بدون نقل. You can't get nervous, لا يمكن أن تكون معصب. If the camera is filming you, إذا التصوير أو الكاميرا تصورك. And you need stay calm if there's a problem on or off air. نحفظ هذا. On air يعني الهواء. Off air يعني بدون نقل مباشر. On مباشر. Off غير مباشر. You can't get nervous if the camera is filming you. بهذا الشكل أنا هنا درسنا هذا اليوم, تكلم فيه عن حوار بين صحفي ومراسل أخبار. تعلمنا بعض الجمل والمفردات التي تزيد من رصيدنا في اللغة الإنجليزية. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.